قصص أولمبية. الجامايكي الذي أبهر العالم في أولمبياد بكين. دخل العداء الجامايكي يوسين بولت تاريخ الأولمبياد خلال مشاركته في نسخة بكين عام 2008، ونجح بولت في الفوز بثلاث ميداليات ذهبية في هذه النسخة. لم يكتفي بولت بالفوز بثلاث ذهبيات، بل أنه سجل أرقاماً قياسية في هذه السباقات، وأصبح أسرع رجل في العالم بعد أن قطع سباق 100 متر بزمن بلغ 9:69 عاد بولت بعد عام وكسر رقمه وسجل زمناً جديداً بلغ 9:58 في بطولة العالم بألمانيا. أصبح يوسين بولت في أولمبياد بكين 2008 أول رجل يفوز بثلاث سباقات عدو في نسخة واحدة من الأولمبياد منذ الأمريكي كارل لويس في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984.